النوع الثاني من أنواع الربا فهو ربا النسيئة. ونقرأ أيضا في تعريفه حتى يتضح لنا المعنى، يقول: وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا، ليس أحدهما نقدا. ذكرنا قبل قليل أن الربا مداره على إيش؟ على الزيادة، وقلنا إما أن تكون الزيادة في القدر، وإما أن تكون الزيادة في الأجل والزمن. هنا يقول: وهو تأخير القبض، تأخير القبض زيادة في الأجل. ولذلك بعضهم يقول ربا النسيئة زيادة في الأجل بتأخير القبض، زيادة في الأجل بتأخير القبض. لكن تأخير القبض في أي مال؟ قال: في أحد البدلين الربويين. في أحد البدلين يعني الذي جرى بينهما المبادلة من الأموال، الربويين يعني من الأموال الربوية وهي الأصناف الستة. لكن هنا غير العبارة، هنا قال المتفقين جنسا في ربا الفضل، وهنا قال في ربا النسيئة قال المتفقين في علة الربا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف، يعني الأصناف الربوية، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، بشرط إذا كان يدا بيد. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عند اختلاف الأصناف أجاز الزيادة في إيش؟ في القدر، لكنه منع الزيادة في الأجل، لأجل أن الزيادة في الأجل من الربا المحرم الذي جاءت الشريعة بتحريمه لما يترتب عليه من فساد الأموال. فقوله هنا المتفقين في علة الربا، العلماء ذكروا أن أصول الأموال الربوية كم يا أخوان؟ ستة أصناف. هذه الأصول الستة تنقسم إلى قسمين، ويمكن لمح هذين القسمين بالنظر إلى الأصول الستة: ذهب، فضة، بر، شعير، تمر، ملح. هل فيه متشابهات متقاربات في المذكورات؟ الذهب والفضة متقاربين، الذهب والفضة متقاربان، أليس كذلك؟ والأصناف هذه بر، شعير، ملح، تمر متقاربة، ولذلك قسموا الأصناف الستة إلى قسمين: ذهب وفضة والأصناف الأربعة. فجعلوا الأصناف الأربعة متفقة في العلة، والذهب والفضة متفقة في العلة. فقوله هنا المتفقين في علة الربا مثل الذهب والفضة ومثل البر والشعير، إذا بعت برا بشعير أو برا بتمر، بعت صاع بر بعشرة أصواع من التمر، يجوز أو ما يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ اختلفت الأصناف أليس كذلك؟ فبيعوا كيف شئتم، زدوا ما شئتم، إذا كان يدا بيد. إذا بعت بر بتمر هنا اختلف الجنس مع اتفاق العلة، فلا إشكال في الزيادة، ولكن لا بد من التقابض في المجلس، لأن الصنفين متفقين في علة الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن عندما لا يكون أحد البدلين، عندما يكون أحد البدلين نقدا، ففي هذه الحال يجوز الفضل الزيادة ويجوز التأخير. أشتري تمرا بذهب على أن آتي بالذهب بعد شهر، يجوز أو لا يجوز؟ اختلفت الأصناف، كلاهما مال ربوي، لكن اختلفت هذه الأصناف، والإجماع منعقد على أنه إذا كان أحد العوضين نقدا فإنه يجوز النساء ويجوز الفضل. ولهذا ربا النسيئة مقصور فقط على ما إذا اتفقت الأصناف في علة الربا. وهنا يقودنا البحث إلى مسألة طويلة متشعبة، وهي: ما هي علة الربا؟ ما هي علة الربا في الأصناف الستة: الذهب والفضة والأصناف الأربعة؟ علة الربا في
الذهب والفضة الراجح من أقوال أهل العلم أنها الثمنية مطلقا، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وأما في الأصناف الأربعة فالعلة القوت وما يصلحه، هذا أقرب الأقوال فيما يتعلق بعلة الربا، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل التحقيق منهم شيخنا بن عثيمين رحمه الله. ولكون هذه المسألة طويلة فنحن نقتصر على هذه الإشارة حتى فقط يفهم التعريف الذي ذكر في تعريف ربا النسيئة، وهو قوله وهو تأخير القبض في أحد البدلين الربويين المتفقين في علة الربا. علة الربا واحد من أمرين، إما الثمنية مطلقا وهذا في الذهب والفضة، وإما القوت وما يلحق به أو ما يصلحه وهو الأصناف الأربعة البر والتمر والشعير والملح.